بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم لك الحمد الذي بحمدك تتم الصالحات، اللهم كما هديتنا لذلك فتقبل منا ذلك، وكما أعنتنا على ذلك فوفقنا لذلك وتقبله منا يا رب العالمين. لا تنزع الإسلام منا حتى تقبضنا عليه على أكمل حال يا رب العالمين، غير مفتونين وغير خزايا، ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك يا رب العالمين. وشفع فينا حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشفع فينا الصيام والقرآن وعبادك الصالحين يا رب العالمين، برحمتك أرحم الراحمين. فرج الكرب عنا وعن المكروبين من أمة سيد المرسلين في كل مكان يا رب العالمين، وبصرنا بما يرضيك عنا يا رب العالمين، برحمتك أرحم الراحمين. ألف بين قلوب عبادك المؤمنين، أصلح شأننا وشأن المسلمين جميعا يا رب العالمين، ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، أفرادا وجماعات يا رب العالمين، برحمتك أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، من كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها وزواره في الدارين، آمين. الحديث 68 من الكتاب جواز بكاء الرحمة على الميت. من أدب المسلم هو الإيمان والرضا بقضاء الله وقدره، وقضاء الله هو ما قضاه، وقدره هو وقت ظهور القضاء. يبقى القدر هو وقت ظهور المقضي، لأن في ناس فاكر القضاء والقدر مترادفان، لا، القضاء ما قضاه الله في علمه القديم، والقدر وقت ظهوره. فلا بد أن ترضى تؤمن بالقضاء وترضى بالقدر وقت ظهوره. مش الواحد يبقى يقول لك ما ربنا كل شيء مقدر، وبين وقت ظهور القضاء ترفضه، هذا يعني من أكبر الكبائر. عدم الرضا بقدر الله وقدره وقضائه من أكبر الكبائر بعد معرفة الله. لو حدث ذلك من الكافر فهو متصور، إنما كيف يؤمن بالله ولا يرضى بأحكامه؟ وعشان كده قال سيدنا أبو الحسن: الويل لمن لم يعرفك، بل الويل كل الويل لمن عرفك وأقر بوحدانيتك ولم يرضى بقضائك. فهمت؟ فلا بد أن الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره، أي وقت ظهور القضاء. فالله يقضي أحيانا أشياء ويقدرها تكون صعبة على النفس، عشان كده قال لك خيره وشره. شر بالنسبة ليك، لكن بالنسبة لله الله لا يقضي بالشر، فيبقى شر هنا بالنسبة لواقعه ليك، بالنسبة لتصورك أنت. تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، هلا باعتبار نسبته للمكلف لا باعتبار نسبته للمصدر من الله. فهمت بقى؟ فإن كان من المصدر من الله فالله لا يقدر إلا بحكمة، فلا شر أصلا في قضاء الله وقدره، لكن إيه حلوه ومره بالنسبة لك أنت، الذي تذوق الحلاوة وأنت الذي تذوق المرارة. فهل لو الإنسان بكى عند القضاء المر يدل على عدم الرضا ولا لا يدل على عدم الرضا؟ هي دي السؤال. لأن ممكن الإنسان يبكي بكاء ضجر وعدم رضا، وقد يبكي بكاء الضعف البشري المعتاد. فإذا كان بكاء الضعف البشري المعتاد فهذه رحمة فلا بأس به، إنما لو كان بكاء ضجر
وعدم رضا هو ده اللي حرام من الكبائر. يبقى البكاء عند حدوث القضاء المر نوعان: بكاء ضجر وعدم رضا وجزع وعدم صبر، وهذا من الكبائر، وبكاء رحمة يجعلها الله في قلب المسلم لضعفه البشري المعتاد. إن الإنسان عادة لما يفقد شيء كان معاه بيبكي شوقا إليه فقدا له، وهذا لا يدل بكاء هذا على عدم الرضا أصلا، لكن مجرد إنه كان يأنس بهذا الشيء ففقده. فممكن تفقد شيء كنت بتحبه، سواء كان هذا الشيء إنسان فمات، أو حتى شيء تقتنيه وكنت بتعتز به فحرق أو سرق، فكل ده يجعل في القلب نوع من المرارة بسبب الفراق، يتولد منها حزن في القلب ينشئ دمعة في العين اللي يسموه بكاء الرحمة أو بكاء العبودية. واضح؟ فهذا جائز وفعله الأنبياء. الأنبياء كانت يبكوا، كان يبكوا ما يحصل لهم قدر مر، لكن بكاء ليس جزع، ده بكاء البشرية العبودية الافتقار إلى الله. فهي دي النقطة، علشان كده عايز يتكلم هنا على نوع جواز بكاء الرحمة على الميت، مش بكاء الضجر، لا، بكاء الرحمة وليس بكاء الضجر وعدم الرضا. واضح؟ بكاء الضجر وعدم الرضا اسمه نياحة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا من أعمال الجاهلية ومنها النياحة وهو رفع الصوت عند المصيبة. والرسول قال: لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. وليه قال بالمؤنث؟ لأنه غالبا ما يكون في النساء، ولكن قد يحدث في الرجال، لكن في الغالب الأعم يحدث في النساء. فالنبي وصفه بالوصف الغالب، ولم يقصد أن الصالق لو كان ذكرا خارج من الحكم، بل لا، ده هو من باب أولى، لأن إذا كانت الصالقة وهي المرأة، والمرأة أصلا ضعيفة ملعونة إذا رفعت صوتها عند المصيبة، فيكون الرجل وهو الأقوى إذا فعل فعل المرأة عند المصيبة يكون من باب أولى. واضح؟ عشان كده لعن الله سبحانه وتعالى على لسان نبينا، واللعن يدل على أن الأمر الملعون بسببه من الكبائر. لعن الله الصالقة أي التي ترفع صوتها عند المصيبة، اللي يرنت إيه الصوت في النياحة، والحالقة اللي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة اللي هو يشق ثوبه عند المصيبة. دي كلها أعمال من أعمال الجاهلية. وفي بعض الناس كانوا يطينوا كمان، يشيل طين ويحطه على دماغه لما يحصل له مصيبة، دي برضو من أعمال الجاهلية منهي عنها، ومن الأسباب التي تستوجب اللعن. فهذا كله جزع وعدم رضا بالقضاء، فهو من الكبائر. أما البكاء العادي بتاع بكاء الرحمة ده، واحد كان عنده ابن فمات، أبوه مات، صديقه مات، شاف واحد متألم فبكى علشان ألمه، تأثر بالموقف فبكى، ده بكاء رحمة، ده بكاء رحمة لا بأس به. عن أسامة بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه بإسناده، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه أن ابنا لها قبض، فأتنا. بنت النبي كانت زينب، ستنا زينب بنت النبي، لها ابن اسمه أمامة، عنده بتاع 4 سنين 5 سنين، بيطلع في الروح هيموت. فأرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجي يحضرها عشان يثبتها، قلبها هينخلع بسبب إيه؟ يعني ابنها اللي بيموت أمامها بسبب شفقة الأم، مش بسبب عدم الرضا، شفقة الأم. فأرادت أن أبيها يأتيها حتى تتسلى بالنظر إليه وتتقوى بوجوده صلى الله عليه وسلم. أن ابنا لي، قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قبض. قبض يعني إيه؟ يعني بيموت، هي باعتبار ما يقول يعني بيطلع في الروح، بس هي قالت قبض فعل الماضي كأنه مات، يعني لأن باعتبار ما يقول إليه الأمر.
أن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول، النبي كان قاعد مع الصحابة مشغول في حاجة، فأرسل إليها، ما رضاش يروح لها الأول، قال لها للرسول اللي جاله، قال لها اذهب إليها فقل لها. فأرسل يقرئ السلام ويقول، أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، القدر بأجل مسمى، وقت ظهور الايه المقضي، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، يعني فلتصبر فلا تجزع ولا تظهر عدم الرضا بالقضاء، ولتحتسب الأجر عند الله وثواب الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فالرسول راح قال لها الكلمتين دول، قالت له روح اقسم على النبي جيلي، مش مستحمل، لازم يجيلي. كويس. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، كان قاعد في وسط الصحابة، قام راح وراحوا معاه. يبقى يجوز الذهاب في حالة التعزية بغير الإذن، بخلاف الذهاب في حالة الوليمة لا يجوز إلا بإذن. فهمت إزاي؟ فهنا دل على أن الذهاب للتعزية مش محتاج إذن، لأنهم هيروحوا مع النبي يعزوا، فما احتاجوش يستأذنوا للدخول. لكن لو كانت وليمة لا يجوز الإنسان يمشي مع المدعو إلا أن يكون مأذون له أيضا، وإلا يبقى طفيلي متطفل. فهمت؟ فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، رفع يعني خدوا النبي صلى الله عليه وسلم وادوه له، فظهر فأخذه النبي وضعه على حجره، ونفسه تتقعقع، يعني إيه نفسه اللي هو نفسه يعني بيحشرج، اللي هي حشرجة الموت يعني. قال حسبته، قال كأنها شن، عارف أنت القربة الجلد لما تبقى قديمة وجافة وتيجي تمسكها تزيق وتدي أصوات، زي الكيس النايلون كده لما تيجي تمسكه وتطبق فيه يعمل أصوات كده، هي نفس الحكاية. فبقت نفسه بتدي صوت، إيه صوت الجلبة بتاع الشن القديم ده الجلد ده. قال كأنها شن، ففاضت عيناه، فلقوا عين النبي بتبكي لما شاف المنظر ده، النبي كله رحمة. فقال سعد، يا رسول الله ما هذا؟ يعني ايه البكاء ده؟ حاجة غريبة، هم متصورين بقى النبي ده أصبر الخلق، وإن البكاء ده ضد الصبر، فتعجبوا بقى النبي اللي هو أصبر الخلق على قضاء الله وأرضى الخلق بقضاء الله يبكي. كانوا متصورين إن أي بكاء عند أي مصيبة يدل على عدم الرضا يعني. فقال سعد، يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء صلى الله عليه وسلم. يبقى البكاء عند المصيبة رخصة، واخد بالك؟ البكاء عند المصيبة رخصة، رخص الله لنا لضعفنا البشر، ولا يؤخذنا بها بل يثبنا عليها بالرحمة، لأن يدل على أن هذا قلب رحيم، وربنا يرحم القلب الرحيم. فاللي يتأثر في المواقف الصعبة فيبكي تأثرا، دليل ان قلبه حي ويتأثر بالناس ويتأثر بالرحمة، والرحمون أرحمهم الرحمن. فربنا سبحانه وتعالى لما يضع هذا في القلب، بخلاف القلب القاسي الذي يظهر انه غير متأثر وهو في الحقيقة كأنه بيظهر كأنه راضي رضا يمنعه من البكاء، وفي نفس الوقت يخفي القسوة. والقلب القاسي بعيد عن الله، انما قلب المؤمن قلب ايه؟ لين رحيم منكسر. فهمت بقى؟ فالبكاء ده مظهر من مظاهر العبودية، لكن عدم البكاء مظهر من مظاهر الربوبية، وانت المفروض تتمثل العبودية ولا تتمثل الربوبية، الأدب كده. وده يدلك على أن بعض الأولياء زي الإمام الشبلي مثلا، قالوا له ابنك مات، فقام يرقص طربا، أم إيه؟ خدوا حال كده، فقالوا ده الرجل اتجنن. فقال شيء أراده الله ففرحت به.
طيب حال الشبل هنا ولا حال النبي اللي يبكي؟ أيهما أعلى؟ حال النبي صلى الله عليه وسلم. الشبل ده حال خده والحال غير منضبط، لكن حال النبي منضبط. النبي عبد، ربنا سبحانه وتعالى قسم له قضاء مر ليظهر له خشوع العبودية فيبكي، فكأن البكاء عند ظهور القضاء المر تعبد. فالنبي عبد لله فتمثل وظهر في صورة العبودية اللي فيها الانكسار والافتقار، لكن ما فيهاش عدم الرضا، لا ده فيها الانكسار والافتقار. لكن الإمام الشبلي أخذته الربوبية، عارف انت جاه يعني جاه الربوبية بقى، فغلبت عليه حال الربوبية مش العبودية، فتمثل رضا الله بما قضاه فاهتز طربا. يبقى لما اهتز طربا عمل ايه؟ اظهر الربوبية، ما اظهرش العبودية. واظهار الربوبية ليس من ادب العبودية، فهمت بقى ازاي؟ بل لابد ان تنتقب الربوبية في العبودية. فالربوبية منتقبة برداء العبودية، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فأبطن الله في المخلوق الربوبية فقامت العبودية به بالربوبية في الباطن وظهرت في صورة العبد. عشان كده يقول إيه اللي فاهم هذا المعنى، العبد رب والرب عبد، فهمت؟ العبد رب والرب عبد. فيا لهف نفسي من المكلف. دي شطحة من شطحات مين؟ الأولية، لما يجي ايه تظهر ليه معنى ما أدركوش كل الناس، فرح قالها شطح، هي لا تخلو من حقيقة، بس قد تضيق العبارة عن الحقيقة فيفهمها بعض الناس خطأ، عشان كده يسموها شطحة. هي صح لكنها قد لا يفهمها بعض الناس، زي أنا من أهوى ومن أهوى أنا مثلا، هي مش شطحة لأنه قال فناء، واخد بالك؟ وقال في الأول أنك أنت تفنى تماما، فيبقى المتكلم هو الله. فربنا يقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا، يعني الله من أهوى ومن أهوى الله، فما بقاش في أنا إلا الله. لكن دي شطحة أقوى، دي شطحة أقوى. ليه؟ لأن تخفى على كثير من الناس، وتملي المعترضين على الصوفية يجيب لك العبارات دي، ولك شوف الصوفية بيقول شوف، لأنه جهلة مش ما أدركش البحر اللي إيه اللي ارتشف منه هذه الحقيقة. هذا الولي ربنا بيقول أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أنت قائم بنفسك ولا بالله؟ الله قام بك، مش كده برضو؟ ولا أنت قمت بنفسك؟ قام بك من أجل الربوبية لأنه وربك، فهمت؟ فقام بك عناية ورعاية وإيجادا وإمدادا، فأنت قائم به، مش كده برضو؟ فأنت في الظاهر قائم به في الباطن، فبطنت العبودية وظهرت إيه؟ فبطنت الربوبية وظهرت العبودية. عشان كده يقول العبد رب، يعني العبودية بطنت فيها الربوبية، والرب عبد أي ظهرت الربوبية في ثوب العبودية، فهمت؟ فيا لهف نفسي من المكلف. وكأن الربوبية في الأكوان لا تظهر إلا في ثوب العبودية، فلو انتفت العبودية ما ظهرت إلا القهرية، فكان الله ولم يكن شيئا معه، خلاص تعود الأمور لما كانت. لكن ما ظهرت الربوبية إلا بأثر العبودية، فهمت بقى المعنى؟ فهو يريد أن يبين هذا المعنى. وبالتالي لما ربنا يقضي عليك قضاء فلازم تظهر العبودية، ما تظهرش الباطن. الربوبية الشبلي حاله غلب، أظهر الباطن، فأظهر ما يجب إخفاؤه، زي بالظبط امرأة منتقبة فراحت مظهرة وجهها أمام الأجانب، يقوم الناس ينتقدوه. فلا تكشف نقاب العبودية ليظهر جمال الربوبية عند من لا يدركه، فهمت؟
فالربوبية لكونها حسناء في حقيقتها احتاجت لنقاب العبودية حتى لا يدركها إلا أهل الحضرة من شدة حرمتها. واضح؟ وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان في الظاهر متلبس بالعبودية دائما. خير أن يكون ملكا نبيا ولا عبدا نبيا؟ اختار أن يكون عبدا نبيا. فيبقى مقام النبي في الحالة دي لما بكى أقوى من مقام الشبلي لما ابتهج لما سمع موت ابنه. يبقى حال النبي أضبط وأعلى وأقوى، لأن في بعض جهلة الصوفية يفتكروا أن الأقوى أنك أنت لا تبين أنك أنت متأثر بالإيه بالأقدار، فما ينفعش، بل بالعكس أنت عبد. لما يؤلمك قول أي، ولا لما يؤلمك تقول له ما يهمنيش زود، ده إساءة أدب. فهمت بقى؟ يعني مش جدعانة هي. فربك سبحانه وتعالى يريد أنك أنت تتضعضع وتتواضع لعظمته فيتصدق عليك بكمال ربوبيته فيزيدك في الرعاية والعناية. يقول: ظاهر الحديث يدل على جواز بكاء الرحمة، وهو أيضا دال عليها، والكلام عليه من وجوه. الجواز ما قالش بقى استحباب ولا وجوب، لأن البكاء ده غلبة حال، فإذا جاء ما تقوموش، ما تقوموش، يعني ده حال بيجي لك كده غصب عنك، يسموه وجد، فيغلبك الوجد، فإذا غلبك الوجد استسلم، لكن لا تتكلفه، تكلفه نفاق. لكن إذا جاءك بالغلبة خلاص فاستسلم، يسموه أهل الوجد إذا غلبه الوجد. واضح؟ فالوجد غلبت الحال. منها استحضار ذوي الفضل عند معالجة الموت، والكلام عليه من وجوه. منها استحضار ذوي الفضل عند معالجة الموت، يعني لما يكون واحد عندك في البيت بيطلع في الروح، اطلب بقى الناس أهل الفضل يجوا يحضروك، أهل القرآن، أهل الصلاح، تعالوا يا جماعة الحق أبويا بيطلع في الروح، تعالوا اقعدوا جنبي، اقعدوا جنبه، لأنه بيجوا بملائكتهم، بيجوا بأهل بالذكر بتاعهم، بيجوا بطهر روحانيتهم، فيقوم إيه الميت يتسبب بهم. خصوصا الإنسان عند معالجته لخروج الروح بيفتن، واخد بقى، بيجي له نوع من الفتنة كده، فيقوم أما يبقى دول حواليه يثبت بيهم ويتقوى بهم. منها استحضار ذوي الفضل عند معالجة الموت، وأخذ ذلك من توجيه ابنته صلى الله عليه وسلم ليحضر صلى الله عليه وسلم موت ابنها. طب هو ابنها هنا يعني مكلف عايز يتثبت بنبيه؟ لا، هي نفسها اللي عايزة تتثبت بأبيها، لأن ابنها لما بيموت قدامها هي بتشعر ما يشعره ابنها من شدة شفقة الأم بالابن، حتى لدرجة أن بعض الأمهات تشعر بالجوع لما ابنها يبقى جعان، وتشعر بالشبع لما ابنها ياكل حتى لو ما اكلتش هي، من شدة ايه شعورها بيه كأنه جزء منها. يؤخذ ذلك من توجيه ابنته صلى الله عليه وسلم ليحضر صلى الله عليه وسلم موت ابنها، وهو عليه السلام في وقته وفي كل وقت أفضل العباد والعباد، أفضل العباد والعباد، هي مكتوبة العباد، تقراها العباد والعباد، تتقري بالتشكيلين. فهمت بقى؟ فما تقراش أفضل العباد بس، تقرا أفضل العباد وأفضل العباد. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، صلى الله عليه وسلم. عارف أنت ما تقول الألفة على الفصل الأول، فهو بقى النبي هو الأول في العباد من حيث العبادة، والأول في العباد من حيث المقام والشرف، والأول في العباد من حيث الظهور في حال الروحانية، لأنه هو الرحمة للعالمين، وهو أول من قال بلى يوم ألست بربكم، وهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع،
فأول من يدخل الجنة، بل مفتاح الجنة في يدي لا تفتح إلا به صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الجنة هي مكان كل خير فهو مفتاح كل خير صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على مراجعة صاحب المصيبة بالتصبر والتعزي، إنك أنت يستحب أيها الإنسان لما تجد إنسان آخر في مصيبة أنك تروح تصبره وتعزيه، تقف جنبه. يؤخذ ذلك من مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لها رضي الله عنها وقوله عليه الصلاة والسلام فلتصبر ولتحتسب. تقول لها حتى اللي هي تقول للإنسان في المصيبة اللي هو عارفه، لأنه محتاج يسمعه في الوقت ده، مش تقول ما هو عارف كل حاجة. لا، شوف أنت مثلا المصريين العوام يقول لك إيه، كل من عليها فان. طب ما هو حافظ الآية بس هو محتاج يسمعها دلوقتي عشان يتقوى به. يقول له يا أخي محدش واخد منها حاجة، ده العمر واحد والرب واحد، وكلنا كاس كلنا هنشربه وكلنا هنموت، والعبرة بإن ربنا يرضى عنا ويومتنا على الإسلام، ومبروك إن الميت ده مات على الإسلام، دي نعمة، ده نعمة، ده أنت تشكر ربنا عليها إنه مات على الإسلام. شفت تتحول له، مع إنه عارف ده كله، بس لما تقوله له وقت المصيبة بيبقى ليه وقع تاني في نفسه، يقوم تشعر بقى إن هو تصبر بالفعل. فهمت بقى المسألة؟ فدي نقطة مهمة، مش طول ما هو عارف كل حاجة هقول له حاجة، تروح كده زي الرزية تقعد وساكت. لا، كلمه برضه. فهمت؟ علشان تنفس عنه. فعلشان كده النبي بعت لها قال لله ما أخذ والله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. يعني عارفة المعاني دي كلها. الستين زين مش عارفة المعاني دي كلها، عارفاها. بس هي محتاجة بقى تسمعها في وقت الضعف ده. فهمت إزاي؟ تقوم تتقوى بي. وفيه دليل على جواز الكناية عن الشيء بما يدل عليه، يؤخذ ذلك من قولها رضي الله عنها أن ابنا لي قبض وهو في قيد الحياة بعد، لكن لما كان يعالج سكرات الموت كنت عنه بالموت. هي أما بتقول قبض يعني كأن بتقول لأبوها تعالى بسرعة، مش مريض في مرض الوفاة، مش عايزة تقول له كده، عايزة تعالى حالا. فعشان تقول له تعالى حالا تقول له قبض خلاص، عشان النبي بقى ايه يتعجل ويقوم، لان هي محتاجة مستعجلة. فهمت بقى؟ وفيه دليل على جواز القسم على الفاضل ويكون من باب الرغبة لا من باب الحلف واليمين. يعني ممكن تقسم على واحد صالح تقول له والله يا شيخ لا تجي لي البيت، والله ارجوك استحلفك بالله لو كان النبي عندك افضل الخلق واحب لا تجي لي، يعني تتحايل عليه. علشان كده راحت ايه اقسم، بعت الرسول بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له ايه اقسم عليه انه ياتين، استحلفه يعني. ففيه دليل على جواز القسم على الفاضل ويكون من باب الرغبه لا من باب الحلف واليمين، يؤخذ ذلك من قوله تقسم عليه لا ياتين. وهنا بحث دل هل كان مشي عليه السلام في ثاني مرة من أجل القسم أو من أجل غيره، أو من أجله ومن أجل غيره معا. يعني هل النبي لما مشي ثاني مرة مشي من أجل أنها أقسمت عليه، ولا من أجل علة تانية، ولا من أجل العلة التانية اللي لسه هنقولها لك مع القسم الاثنين مع بعض. فهمت إزاي؟ هو ده اللي عايز أقوله لك، يعني إيه الحافز اللي خلى النبي يقوم ثاني مرة؟ هل لما أقسمت عليه هو ده القسم ده السبب فأراد أن يبرر قسمها، ولا كان في معنى آخر مع إبرار قسمها النبي يريد أن يبينه، أو أن المعنى الآخر مع إبرار قسمها هو المراد معا. فهمت؟ أدي كلام الشيخ يعني، وعايز يفصص لك كل الموقف يعني. وبعدين في سؤال تاني، وكيف امتنع عليه السلام أولا من المشي مع ما طبع عليه السلام من حسن الشيم والرحمة للأباعد، فكيف للأقارب؟ إذا كان النبي رحيم مع الأباعد فكيف ببنته؟ طب ليه ما امشي من اول مره؟ فهمت؟ مع ان النبي شيم الرحمه والشفقه مع الاباعد فكيف بالاقارب؟ يبقى من باب اولى. كل دي اسئله عايز تفهم فيها الموقف. فهمت بقى؟ اما سبب امتناعه عليه السلام اولا، ليه امتنع؟ فلوجهين. احدهما ان يبين ان هذه الدعوه ليست مما هي واجبه الاجابه، بخلاف دعوه النكاح. يعني لما تدعوك يدعوك مسلم لحضور مرض وفاته
ده مستحب إجابتها ولا تجب. فالنبي في الأول ما قامش عشان يبين أن الإجابة ليست لازمة في الحال، يبقى عدم قيامه في الأول ليقرر الأحكام، يريد أن يقرر الأحكام أنها ليست واجبة بل هي مستحبة، بخلاف دعوة الوليمة النكاح زي ما قلنا في وليمة النكاح دي إيه الإجابة فيها واجبة ما لم تخلو من مفاسد بالشروط اللي احنا تكلمنا عليها قبل كده. والثاني من أجل ممكن أن يتعلق قلبها لمكانته عليه السلام عند الله تعالى أنه يدفع عن الطفل شيئا فأخبرها، والسبب الثاني أنها حتى لا تظن أن مجيء النبي يغير قدر الله، قدر الله نافذ سواء النبي جاء ولا ما جاش، والنبي يريد أن يقرر قواعد في نفوس الناس بما فيها بنته وبما فيها الناس اللي عايشين في زمن بنته واللي الناس اللي هيجوا طول اليوم القيامة، لحسن تظن أن لما يجي أهل الفضل ربنا يكشف المرض لازم، لا مش هيكشف المرض، ممكن يبقى المرض يفضل ماشي وضل لحد ما يموت برضو أهل الفضل جم، لأن قدر الله إذا أراده الله لا رد لقضائه. فالنبي أراد أن يبين لها هذا المعنى، لحسن تظن تكون بتظن يعني أو عندها نوع من الثقة أن النبي لو جه ببركته عند الله يرفع ماء في ابنها. لا، النبي بقى صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين أن قدر الله إذا أراده الله فلا رد لقضائه، فهمت؟ فأراد أن يتأخر أولا، يبقى تأخر أولا للسببين حتى لا تظن أن وجوده يغير قدر الله، والسبب الثاني حتى يبين أن إجابة الدعوة في مثل هذه الحالة ليست واجبة بل مستحب. فأخبرها عليه السلام إن هذا أمر ما لأحد فيه حيلة، يؤخذ ذلك من قول عليه السلام إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى، فمجيئي مش هيغير الأجل المسمى، فهمت بقى؟ وهذا من المؤخر في اللفظ المقدم في المعنى، أصل خد بالك إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، هو ربنا بياخد قبل ما يعطي ولا بيعطي الأول وبعدين ياخد؟ فبدأ بأخذ، يبقى ده من باب القلب اللغوي، في حين في المعنى في ذهنك تعدله، يعني إن لله أن يأخذ ما أعطاه في الوقت الذي يريده، فهمت إزاي؟ وعلشان كده بيقول هذا من المؤخر في اللفظ المقدم في المعنى، زي ما جاء في القرآن قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، مع إنك أنت ما بتدخلش إلا بعد ما تخرج، فكان حقه يقول أخرجني الأول وبعدين تدخل من حيث الترتيب الواقعي، لا، يبقى ده من باب برضو إيه المؤخر في المعنى المقدم في اللفظ، زي في آية ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، والدخول لا يكون إلا بعد الخروج، فالخروج لابد أن يكون أولا، مش كده برضو؟ فنفس الحكاية يعني. ليش استعمل يعني إيه؟ ده لغة العرب كده، العرب بتستحسن مثل هذه الألفاظ لأنها فيها تنبيه للعقل، واخد بالك؟ وبتنبه السامع إنك أنت تدي له حاجة على خلاف الترتيب الواقعي بتاعها، تقوم تنبهه فيتفكر في اللفظ يتعظ به، واخد بالك؟ فلها معنى بلاغي. وهذا من المؤخر في اللفظ المقدم في المعنى، خدت بالك؟ فلما لم يكن في المعنى الباس جاز التقديم والتأخير، طالما لا لبس المعنى واضح فيجوز التقديم والتأخير بقى براحتنا، لأن أي عربي أصيل يفهم العربية يفهم مفيش لبس في المعنى، فهمت؟ بدليل انك انت كنت فاهمها قبل ما اقول لك ان في مؤخر ومقدم، صح ولا لا؟ يعني انت قبل ما انبهك انا كنت فاهم، بس دي صفصات التفاسير، لكن هو العربي من غير ما حد ينبهه هو اسمعها كده ماشي، صح ولا لا؟ لكن هو بيحاول يفهمك لطائف اللغه، لكن انت فاهمها من قبل ما تعرف انها لطيفه، بدليل انك طول عمرك بتقول لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء دولة، وما تعجبتش ان ليه قال الاخذ الاول قبل الاعطاء مع ان الاعطاء يكون صح، لان هي ماشيه مع السجيه ومدركها انت، فهي المساله كده، فدي من لطائف اللغه اللي كل الناس تدركها فلا تخفى عليه، وطالما كل الناس تدركها فيجوز بقى
تأخير اللفظ، واخد بالك ازاي، وتقديم المعنى، هي دي المسألة. فلما لم يكن في المعنى الباس يعني التباس، الباس يعني التباس، اختلاط في ذهن السامع، جاز التقديم والتأخير براحتك بقى، كما قال جل في علاه، كما قال عز وجل في كتابه العزيز الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، مع أن غثاء ده جاف وأحوى رطب، وتملي الجفاف يكون بعد الرطوبة، فهمت؟ قال له غثاء أحوى، وكان حقه يقول فجعله أحوى غثاء، عشان يبقى الأول رطب ثم يسير غثاء، لا قال له غثاء أحوى، فهمت بقى؟ فتلاقيه كتير مستعمل في اللغة. وممكن نجيب آية ربي أدخلني مدخل سلك وأخرجني، ممكن نحطها هنا كمان، فالشيخ بيجيب لك نموذج يعني، لكن في القرآن كتير. ولا يكون غثاء حتى يكون أحوى، والغثاء هو اليابس، فلما علم أنه لا يكون يابسا حتى يكون أخضر جاز التقديم لعدم الإلباس، واضحة يعني، فهمت؟ وهذا في لسان العرب من الفصيح، في لسان العرب يعتبروه فصاحة. ثم أخبرها بحكم الله عليها في ذلك، وهو الصبر والاحتساب. وروى مالك في موطئه أن بعض العلماء كانت له زوجة يحبها، فلما ماتت وجد عليها حتى احتجب عن الناس، وكان الناس محتاجين إليه لعلمه وفضله، فتأتيه المسائل فيدخل بها القديم ويخرج بالجواب عليها، فلما طال ذلك به بلغ أحد المتعبدات حاله، فأتت الباب وقالت للخديم لي ضرورة ولا يمكن الكلام معه إلا مشافة. مشافة هي مشافهة، أنا مكتبها بقى مشافة، أنا بقول لك النسخة بتاعتي يعني محرفة، نسخة محرفة. مشافهة، وعلى أي حال مشافة يعني شفة للشفة يعني بالفم يعني تمشي برضه، لكن هي مشافهة أحلى. فأبى الخديم من الدخول بها إليه، فذهب الناس وبقيت المرأة لم تبرح من مكانها، فطمع الخديم أن يصرفها عن الباب فلم تفعل، وزعمت أنها لابد له من رؤيته، فلما طال جلوسها أخبر الخديم الشيخ بأمرها، فأذن لها في الدخول، فقالت يا سيدي إن جيرانا لي استعرت منهم حليا أن أحضر به عرسا، فأعاروه لي ثم تركوه لي بعد زمانا أتزين به، ثم الآن قد طلبوه ونفسي تأبى رده، فقال لها لا يحل لك حبسه، فإنه عارية والعارية مؤداة، حكم من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالت يا سيدي كان عن يوم وتركوه عند سنين، فقال أحق وأقدر أن تسارعي في ردي، لأنهم زادوك على المعروف معروفا، فرامت به أن يفسح لها في ذلك في شيء وهو يغلظ عليها، فقالت له يا سيدي أوليس زوجتك أنت من جملة ما استعاركها الله وأخذ متاعه، فحزنك أنت واحتجابك عن الناس من ماذا؟ فارتجع إلى نفسي وشكر ذلك له وخرج من حينه. فكان خلاصة القصة دي بيقول لك إن في راجل شيخ عالم، الناس كانت محتاجة لعلمه، أصيب بأن زوجته ماتت وكان يحبها حب شديد، فاحتجب عن الناس حزنا، وبقوا يبعتوا له الأسئلة بتاعتهم فيجاوبها لهم بدون ما يشافهم. فجت امرأة أرادت أنها تسأله سؤال، فقعدت قدام البيت واستأذنت من الخادم، قالت له إذن لي أن أقابل الشيخ لأن عندي سؤال لابد أن يكون مشافهة. فقام الخادم عارف أن الشيخ مش هيوافق، فما أخبرش الشيخ وقال أنا حسيبها قاعدة برة كده لحد ما تزهق وتروح، فهمت؟ لأنه عارف أن الشيخ مش هيوافق. فالناس كلها روحت والوقت اتأخر، وطلع لها لسه قاعدة، يا بنتي ايه ده، واحنا في رابعه العدويه هتحتصل ايه يا بنتي، روحي مفيش فايده، مصمم الا وتدخل للشيخ. فقام الخادم لما لقى الحكايه كده اضطر بقى يدخل عشان يفض الاعتصام، واخد بقى، فدخل على الشيخ فقال له يا مولانا ده في واحده قاعده من الصبح وعايزه تخش لك، مش عايزه تكتب لك السؤال في الايه في ورق زي باقي الناس، عايزه تشافه لك بالمقابله كده، اعمل ايه؟ قال له دخلها. فدخلها قالت له يا مولانا انا ليا جيران ادوني حلي اتزين به في عرس، كنت راح فرح فادوني اعاره حلي زينه اتزين به واروح الفرح كده وارجع ارده لهم، فقاموا سابوه عندي سنين
وانا كنت واخده منهم على ان هاخده يوم، هم ما طلبوش من بتاع، سابوه عندي سنين وبعد كده طالبين وياخدوه. فهو لما قعد عندي سنين انا بقيت متعوده انه عندي، فانا دلوقتي صعب عليا الدول، اتعودت انه عندي، فاعمل ايه؟ قال لها لازم، ده عاريه والعاريه مؤداه، لازم تدي. هو ده حكم الله ورسوله؟ ازاي تقعد تراجعه؟ بس ده بقى له سنين وفي حيازتي وانا اتعودت يبقى عندي، مش هستحمل فراقه. يا بنتي ده حكم الله، ارجوك اسمعي الكلام، فضي الاعتصام، روحي ردي. ما فيش فايده. فقامت لما قالت كده، طب قالت له يعني ما انت قاعد اهو مش عايز تقابل الناس وزعلان ان ربنا خد مراتك، ومراتك دي سابها لك سنين طويله استمتعت بيها، ولما خدها زعلت وقعد، ما تعذرني انا بقى. قام فهم الشيخ المغزى فخرج من حينه. فهمت؟ ادي القصه يعني اللي هو عايز يقولها لك. فكان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم أولا ليقعد الأحكام الشرعية مع القريب ومع البعيد على حد سواء، وأما مشي عليه السلام في ثاني مرة فإبرار للقسم وشفقة ورحمة كما جبل عليها وجبر لخاطرها لما أمن التوقع الأول. وفي هذا دليل لأهل الطريق الذين يقولون بجبر القلوب. ونقف عند هذا الحد، نكمل باقي الملاحظات على هذا الحديث غدا إن شاء الله. ربنا يجبر كسرنا ويغفر ذنبنا ويستر عيبنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.